النت عند ضعيف، دائما النت يكون عند ضعيف. الصلاة والسلام، شكرا لكم بجد، شكرا شكرا شكرا. الله يسعدك يا فخام، الله يسعدك. فيني انا كنت موظفة وانفصلت عن وظيفتي، يعني انا يعني الوظيفة حقتي كنت احب الناس اللي فيها وجالسة معاهم باكل واشرب معاهم، فجأة كده بدون مقدمات، ما ادري ايش سويت، ما سويت ولا شيء. المشكلة انا زعلانة على نفسي ان انا ما سويت شيء، يستاهل، ما سويت شيء، كنت بشتغل في كل شغلي، كنت بشتغل والله العظيم بكل جهدي، في حياتي كلها كنت بخصصها للشغل ومن البيت للشغل، والله العظيم كنت بشغل بيتي بيت شغلي وبيت حتى كنت بنام على فرشتي. ده لا خلاص يعني تحت السفرة من تهية، ماني قادرة اتكلم. احيانا كنت ارجع بيتي جعانة ابغى اكل، من كتر التعب ما اقدر اكل انام، من كتر التعب ما اكل انام، اجلس الصباح خلاص الصباح بروح ارجع في الليل زي كده، من الصباح الين في الليل، من الصباح الين في الليل خلاص. الحين ولا في صباح ولا في ليل خلاص، ولا في اي شيء، ولا في اي شيء خلاص، مرض حياتي، مرض سواد، حياتي عباره عن سواد، سواد كامل. ما ابغى ادعي على نفسي عشان ما تحزن، عشان انا امس دايت وقلت كلام فتحذرت امس من الله من البس. الله يسعدك يا فخامة، معلش يعني انا لما ببكي مستحيل احد يهديني، مستحيل احد يهديني، لا اله الا الله محمد رسول الله، مستحيل احد يهديني. لا ما في شي، سلامتك ما في اي شي، معليش انا نكدت عليكم او اعذروني، معليش انا متأسفة جدا، انا فعلا عايزة اروح في مكان اجلس ازرق فيه من كل شي، من كل شي، من كل شي، من كل وجع جوايا اروح ازرق فيه، الين ما اقول لنفسي خلاص انا جيت، انا طلعت كل جوايا، انا طلعت كل اللي بداخلي خلاص. للاسف انا ما راح، يعني انا يعني بقول لنفسي دحين انا ما راح في اي شيء اشتغل من كل قلبي، ادي لنفسي مساحه اني انا عزيزه لنفسي، ان انا عندي عزه نفسي، ان انا عندي عزه، ان انا ما اشتغل بقلبي، انا اني لو اشتغلت في اي مكان بقلبي او ان انا حفظت على المكان في ثانيه راح اطير، في ثانيه راح ما يكون عندي شيء، في ثانيه ما لا في ناس فعلا غداره، اقسم بالله في ناس انا عرفتها في حياتي فعلا غداره بتغدر، يعني تكون بتتعامل معهم كويس وفجاه يغدروا فيك، فجأة يغدروا فيك ما ادري ليه. انا مش عايزه حاجه، مين قال ان انا عايزه حاجه؟ انا ما قلت، ما طلبت شيء من احد، ما ابغى شيء من احد، ما ابغى شيء، بس انا تكلمت، يعني انا لما تكلمت فضفضت عن نفسي، مو طالعه اشحت، مو طالعه اقول انا ابغى شيء، لا ما طلعت اقول. ليش تضحك؟ ليش داخل تضحك؟ انا ما ضحكت ترى، انا ما ضحكت، ولا ما ضحكت، لا فعلا انا زعلانه، ما تزعليش، كيف اصبرت، انا زعلانه، انا فعلا زعلانه، انا فعلا. سلامة قلبك، الله يسعد قلبك، سلامة قلبك، انت كنت
ايوه عندي اولاد الحمد لله، الحمد لله عندي اولاد، الله يخلوهم لي ويحفظهم لي من كل شر. درست انا امس واولاد جلسوا يبكوا علي من كتر ما انا منهاره، ودموعي فيا جلسوا يبكوا، اقسم بالله اطفال جلسوا يبكوا علي، يقول يا ماما ما تبكي ما تبكي ما تبكي ما تبكي ما تبكي. لا لا انا شوف انا ما تحزنت من احد، والله بخلي املي في ربنا، انا ما احبط يعني، انا في ناس فعلا في حياتي قريبه مني ظلمتني ظلم جاحد، اقسم بالله ظلمت ظلم جاحد، ومشيت بدون كلام، يعني رحت في مكان ثاني بدون ما اتكلم، بدون حتى ما اتحسبن، طلعت في الله كده وقلت يا رب انت تعرف اني انا مظلومه، انت تعرف ان انا ما عملت اي شيء، وان انا كل شيء بقلبي بسويه، كل شيء في حياتي انا بسويه بقلبي، اضحك بقلبي، ما اخدع احد، ما اخدع احد بمظاهر، ما اقول لاحد كلام اخليه يتوهم في الكلام، يعني فعلا انا شخصيتي من جوا نظيفه، ما اشكر في نفسي، ما اقول لنفسي انا مهم، بس انا فعلا جوايا شيء نظيف للناس اللي قدامي، ما اقول والله ما قلت قبل حسبي الله ونعم الوكيل، ما قلت بس الله الله يسامحهم، الله يسامحهم بجد، الله يسامحهم، يعني هي الذكريات فاتت عدى عليها كثير، بس دائما يعني اتذكرها، اقول الله يسامحهم، الله يسامحهم، فين ظلموني فعلا، صار انا جالس يعني انا رحت في مكان ثاني بعيد عنهم عشان ما اشوفه، عشان ما احتكي فيهم، عشان ما اكلمهم، عشان عيوني ما تنزلهم، عشان استهدى واخذ مكان لنفسي، عشان استهدى واخذ مكان لنفسي، عشان ما احتك، ما انسان ما احب المشاكل، احب اكون في راحة بال، احب ان انا استعين بنفسي، احب ان انا احب ان انا اللهم صل على ما اعرف اتكلم، والله تاركة كل شيء للزمن، صراحة تاركة كل شيء، أنا ماشية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا ماشية يعني خلاص، بعدين خلاص قلت لنفسي خلاص ما راح أعطي إمكانيات لأحد أكبر من إمكانياته أو أكبر من حجمه، خلاص أعيش لنفسي أو إن أنا أهتم في نفسي أو أهتم بصحتي اللي دايما بتتدمر، اللي دايما بكون تعبانة، اللي دايما 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 بظهر بصورة حلوة، لكن في الحقيقة لا، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، شكرا، الله يفرج همي وهمكم يا رب، الله يفرج كل مهموم أو كل واحد عنده شيء صامت بدون ما يتكلم. أنا فعلا دائما صامتة، يعني لو تعرفوني أنا دائما أطلع في لفاتي عادي أضحك وأمزح وما أدري إيش وزي كذا، بس لا الفترة هذه مرة ضغط، مرة ضغط، مرة ضغط، نفسي أعيش زي الناس اللي هي عايشة، اللي هي يعني ما عندها شيء، نفسي أعيش زي الناس اللي هي عايشة اللي ما عندها شيء، اللي بتضحك فعلا، اللي بتروح اللي فعلا بتضحك، اللي هي فعلا عندها ضحكة، اللي هي فعلا عندها شو اسمه